قصة تغليص ابن الجنية الفصل الحادي عشر اجهزة 150 بأرض الجواهر اقبال المدينة الكبيرة مدينة القصور ابو العجاجة متحول الشكل بس او ضاوي على حجرة سودة او غابة الشمس او صارت الدنيا ليل ضرب يدي على حجرة السودة بالعجاجة واختفى بنص المدينة او بين القصور الخمسين قصر الملكة الجوهر الشبير او قاعدين بي الملوك 49 ملك مع الجوهري والمنجمين قاعدين قبالهم او جعد يحشو لهم عشي الصار بالارض الغربية ظهور التنانين والصقر الابيض واستلم ملك الزمان الخاتم او محتارين بامر الثلاثة العدو من جدار الدخان الاسود او فات عليهم حكيم وقف قبال الملوك وقال اخترقوا جدار الدخان الاسود مرة ثانية او عدوا منه جني وجنية من طرف ارض الالماس واختفوا وظهروا على الطرف الثاني الحدود بيننا وبين أرض الذهب أو عدوا جدار الدخان الأسود الثاني قام الملك الجوهري وقال إيش جعدي صير يا الحكيم حكام أرض الجواهر وينهم مو على أساس ما حدا يعدي من الرصد المسوينه قال له الحكيم أحسب السنين العدت ما عد بيها طير طاير من جدار الدخان الأسود من الطرفين هلا بهالايام هذي الحكام مجتمعين او مع طلعة الشمس راح تسمعون الاخبار او يجي منهم القرار قعد جوهري ويتحرف على الملوك وقال نصبر هالليلة ثلاثة عدوا فاتوا على ارض الجواهر او كل هالمحاربين والجيوش والحكام والمنجمين والسحرة ما حدا قدر يلقاهم والحجين الحكيم يقول اثنين النوب عدوا مروا من اراضينا وما حدا قدر يوقفهم ارض الجواهر اللي بيها اكبر قوة موجودة بين الاراضي ما لازم حدا يعدي منها ويسلم وما لازم حدا يفوت عليها ويظل عايش وان اللمعة بالقصر ظهرت حجرة سودة قامم الملوك والمنجمين او كلهم يدحجون على حجرة وواحد يقول للثاني هذا شنو هذا شنو هذا شنو ومنين ظهرت هذا الحجرة المعنى العيون بالحجرة السوداء او قال بقلبه ابا العجاجة كم ملك ملك موجود بهذا القصر او كل واحد منهم لابس تاج شلون بدي اعرف تاج الجواهر قرب واحد من المنجمين على الحجرة السوداء او صار فوقها وقال الحجرة هذه عجيبة ما جعد احس باين قوة بيها شلون ظهرت بهذا القصر قام الملك الجوهري وقال جاع تسأل يا المنجم بحضوري اني والملوك وانتم كلكم يا المنجمين واقفين قبالنا ما حدا منكم يعرف شلون ظهرت هذا الحجرة وان اللمعة صايرة بالحجرة وقام يتشكل العجاج والغبار ما عاد يبين عليهم شي او ما عاد حدا يشوف الواقف بحده ريح قوية لقها صفير والعجاج الاصفر بالقصر او قاموا يسمعون صوت الملوك واحد ورا واحد المنجمين اختفوا من القصر او ظهروا حواليه واصفقوا ايديهم وسوم حوال القصر رصد كل واحد منهم واقف على عمود عالي من الجواهر اي تلامع جواه او رافعين ايديهم لفوق او قام يدق الطبل الكبير طبل مدينة القصور الكبيرة وقف صوت الرياح حلب القصر او قامت تكشف الغبرة والعجاج وقامت تبين العيون التلامع او قامت تبين وجوههم على بعضهم والملوك 49 كلهم مادين ايديهم على روسهم او كل واحد منهم يقول التاج على راسي اختفى جا الجوهري يمشي على المكان الظهرت بيه الحجرة السوداء او دحج على ارض القصر وقال الفات علينا حرامي او هدفوا تاج الجواهر او ما يعرف التاج او باك كل التيجان الموجودة على رؤوس الملوك الحجرة السوداء ظهرت بهذا القصر حجرة عجيبة وغريبة هذا واحد من الثلاثة الفاتوا او رفع راسه ودحج على الحكيم وقال روح الحكام المجتمعين اذا تاج الجواهر او تيجان الملوك اطلعا من ارض الجواهر او قدرهم يعدون جدار الدخان الاسود ساعتها نحن الملوك راح نصدر الحكم
أو راح نحاسب حكام أرض الجواهر؟ الخمسين يا يرجعن التيجان لأصحابهن، يا يموتون الحكام الخمسين. أو صفق يديه الحكيم واختفى، وفات واحد من المنجمين قال له الملك الجوهري انتوا وين اختفيتوا؟ قال له سوينا رصد حوال القصر مشان ما حدا يطلع منه، أو لسه على الرصد موجود اللي شكل الرياح والغبار ما راح يقدر ينفذ منه. قرب عليه الجوهري وقال نفذ منكم يا المنجم، قدر يفوت علينا عن طريق الحجرة السوداء أو رجع على الحجرة واختفى. هذا واحد حرامي محترف، احنا ملوك أرض جواهر، إذا هذا الخبر انتشر بين الأراضي راح تكون مصيبة. وإذا الحرامي قدر يعدي من جدار الدخان الأسود وماخذ معاه كل شي باقو وما حدا قدر يوقفه من الحكام والمنجمين، راح نلحقه على أرض الألماس أو راح نحرقها حرق لبين ما نلقاه. أبو العجاجة طايري سابق الريح أو طايرين وراء مسافة، المرعب أبو غزال والساحر أبو المطارد أو طاير وراهم جيش أول يبين تالي وما يبين جيش مدينة القصور. قال أبو المطارق يا المرعب يا أبو غزال جعت حس بشي جاي ورانا. قال له أبو غزال الحرامي هذا خربها أو فزع ورا كل جيش المدينة أو راح تفزع ورا كل جنون أرض جواهر، ما شفت لو منه ظهر كم تاج شايل معاه. قال أبو المطارق شفت شايل معاه حوالي 50 تاج أو رابطهن بحبل ومعلقهن بشتفه. الحرامي هذا بلوى من البلاوي يا أبو غزال، وشلون فات هذا الفوتة؟ الشغلة هذه ما جعدت تفوت براسي، أني كنت حاسبها أنه ينقضب، وأني وانت نفوت بنفس المغامرة وننقضب. المدينة هذه محصنة أو بيها قوة رهيبة وكبيرة. قال المرعب أبو غزال هذا حفيد الحكيم المعتم، حرامي ما جابت مثله جنية، لازم نظل طايرين وراه وبيننا وبينه مسافة نحميه من ظهره، وإذا ظهر قدامه شي راح نتدخل. مهمتنا نوصل الجدار الدخان الأسود أو بعدها نختفي أو نرجع على مهمتنا الثانية. أو لا عاد السولف معي يا أبو المطارق، أبو العجاجة يسابق الريح أو قال بقلبه باثنين طايرين وراي، واحد بشري وواحد جني، أو وراهم بجيش ما ينعد وما ينحصى، والطريق قدامك مفتوح يا أبو العجاجة، جايك يا جدي يا الحكيم المعتم، جايب لك معاي 49 تاج ما رأت عينك مثلهن بحياتك. أنب العجاجة أنب العجاجة أنب العجاجة من هين ورايح ما راح تمد إيدك علي ولا تسمعني كلام قدام حدا، أو راح أخليك وين ما تقعد تفتخر بحفيدك الحرام الما جابت مثله جنية بكل جنون الأرض. بدي أظل طاير تا وصل شأط البحر واستناهم وخلي ظلام الليل الأسود ينخلط مع العجاج والغبرة، واذبح لي منهم كم واحد لازم يعرفون منه أبو العجاجة، أو لازم ينذكر اسمي مدينة القصور قدام الملوك. الملوك شأنه وأقوياء والمنجمين العدهم أقوى، ما قدرت أحشي ولا كلمة ولا أقولهم أنب العجاجة. أوظل طايري سابق الريح لو من ما وصل الشأط البحر أو نزل أبو العجاجة عالشاطي، أو لافت جانا 49 بحبل أو شادهن بكتوفه ورظهرو أو سحب الرمح وبرمو بيدو قال تعالوا يا جنون أرض جواهر. أبو غزال وأبو المطارق طايرين، أو قال أبو غزال الحرامي هذا وقف لازم يظل طاير فوق البحر تيعدي جدار الدخان الأسود، شي يريد يسوي؟ قال أبو المطارق خاف ظهر قدامه شي. قال أبو غزال لا، الدرب مفتوح قدامه، ورانا جيش قوي يا أبو المطارق، أني راح أظل بعيد عنه وأصد الجيش، وأنت ظل طاير وهدي فوق البحر، خاف حدا يطلع له من قدام، ما لازم يقضبونه ويأسرونه، وما لازم يموت، لازم يعدي جدار الدخان الأسود. أو هد أبو غزال ووقف، أو ظل أبو المطارق طاير. أبو غزال نزل على أرض وقرب عليه جيش وعيونه تلأمع بالليل، أو سحب الرمح من ظهره أو سحب السيف أو زت الرمح لي فوق راح يفتل بالجو، أو برم السيف بيدو ظهر جيش الدخان عددهم فوق الألف والرمح يفتل فوقهم بالجو رمح الصاعقة.
أو قامت تلمع فوقهم بالسماء أو تنزل الصواعق. الجيش الهاجم وراهم من المدينة وقف. واحد من المحاربين قال الحرام الباقى تيجان مو لحاله بي مع اثنين، واحد منهم واقف قدامنا او هذا مطالع جيش من الدخان، هذا من ارض جواهر من مدينة الملك الدخاني، معقولة بي خيانة بارض جواهر؟ قال له محارب ثاني واقف بحده، اذا بي خيانة راح ينقطع راس الملك الدخاني، خلينا نهجم على هذا المحارب ونأسره، واذا ما قدرنا نذبحه. احنا نعرف نتعامل مع جيش الدخان. او رفع ايده لي فوق وقال حراس مدينة القصور فرسان النسور اهجموا قدامنا او خلى النسور الكبيرة تظهر، جيش الدخان قدامنا هذا لازم يختفي. او صفوا قدام الجيش الكبير مجموعة من المحاربين اسمهم فرسان النسور حراس مدينة القصور، واصفقوا ايديهم او قامت تظهر قدامهم العفاريت على شكل النسور الكبيرة، كل واحد منهم زت حاله فوق ظهر نسر. أوجت النسور باتجاه المرعب أبو غزال أو جيش الدخان، صاف على الأرض طائر بجو. لو من قربوا عليهم قامت النسور تخفق بجناحينها أو قام يجيهم الهوى لوا وحيف الهوى قوي، والرمح البسمة يبرم كل ما تنزل صاعقة. قبل ما تصل النسر الفوق الفارس يختفي تنزل الصاعقة على الأرض تقب الغبرة والتراب. قال أبو غزال الحرامي هذا ليش وقف؟ ما لازم ندخل معاهم معركة. أبو العجاجة واقف على شاطئ البحر أو قام يشوف الصواعق شلون تنزل أو قال إيش قاعد يصير؟ بي واحد موقف قدام جيش بيني وبينهم أو ما يريدهم يوصلوا لي، منو هذا يا ترى؟ وإن اللمعة ورا بالبحر والموج صار عالي او ظهرت الابراج العالية ابراج من الجواهر اتلامع او كل برج واقف فوقه منجم او صارت لمعة بين المنجمين وبين ابو العجاجة او قام يسمع الوحيف والخنة. الدبابير الكبار قامت تتعدي من فوقه او بين عليه مثل الخيال حية كبيرة مجنحة راكب على ظهرها بالمطارق صار بينه وبين المنجمين. وابو العجاجة يبرم الرمح بيده ويتحرف على جيش القبال ابو غزال او على المنجمين القبال هم ابو المطارق. او قال ظهر بيني وبين هذول واحد بشري ويريد يدافع عني، معناته الجني والبشرة كانوا طايرين وراي يعرفوني ويريد يحموني. بس يا ابو العجاجة شلون ما تعرفهم؟ شك الرمح بالارض وقعد وقال ماني متحرك من هذا المكان، الا يواصلون علي جنون ارض جواهر واذبح لي شم واحد منهم. المرعب ابو غزال شاف اش صار بجيش محاربين الدخان، وابو المطارق قام يشوف اش صار بالدبابير الكبيرة واثنينهم يتحرفون ويقولون الحرامي هذا قاعد ليش ما يطير ويوصل الجدار الدخان الاسود، وما ظل بينه وبين جدار مسافة طويلة. كل ما يختفي جيش محاربين الدخان يصفق يدي ابو غزال ويظهر عدد اكبر منهم قبل ما يوصل النسور من هوا جناحين هي يختفون المحاربين، والمنجمين فوق الابراج يصيحون منين ظهرت هذا الدبابير الكبيرة او هذه ما هي من الوهم او ما عاد نلحق نذبحها من كثرها. ابو المطارق فوق الحية الكبيرة المعنى عيونه قال انت جاهز يا العفريت بلواه؟ أمسبذنا العفريت وقال جاهز يا صاحبي يا ابو المطارق. قال ابو المطارق زين لازم نهد هذا الابراج او نفتح الطريق للحرامي. او ضرب ايده على ظهر الحية المجنحة الكبيرة قامت تقرب على المنجمين وعيونها تلامع وقامت تنفخ نار. ابو غزال حس بقوة كبيرة صارت تحت الارض طاروا على بجو وقال هذول جوني من تحت الارض، راح ابلش الضرب بالسيف. او قبت الغبرة والتراب من الارض وطلعوا المحاربين يبرمون برم السيوف والرماح التلامع بديهم او هجموا على المرعب ابو غزال من كل الاتجاهات. ابو المطارق صار قبال واحد من ابراج الجواهر او فوقه منجم، انفخت الحية نار صفق ايده المنجم ارتفعت موجة عالية من البحر صارت قبال الحية الكبيرة او غطت المية الحية الكبيرة المجنحة وابو المطارق فوقها
لو من اختفت الموجة قوم يتحرف حواليه، وان الابراج دائرة حواليه، كل برج واقف فوقه منجم، او شاف واحد من المنجمين راح طاير مثل السهم باتجاه ابو العجاجة. المرعب ابو غزال قام يحصد بيئهم حصاد، المحاربين الهاجمين عليه سيفه يتلامع بيناتهم والاجساد تطاير، او محاربين الدخان حواليه اللي يريد يغدر بي يضربونه، والصواعق تنزل من الجو، المحاربين الفوق النسور او وراهم محاربين جيش كامل ما يقدر يوصلون ابو غزال. يختفي جيش من محاربين الدخان من قوت الهوى، يظهر جيش بداله. احترف ابو غزال وشاف محارب شرد وانطلق باتجاه ابو العجاجة مثل السهم. ابو العجاجة قاعد وان المحارب نازل وراه، والمنجم نازل قدامه واقف فوق المي. قال المنجم يا الحرامي اعطينا تيجان الملوك اللي عندك مشان ما تموت. قام ابو العجاجة حيله سحب الرمح وقال انت تريد تذبحني؟ ما تعرفني اني منو؟ اني ابو العجاجة حفيد الحكيم المعتم، اكبر حرامي بالارض الشرقية، ما جابت مثله جنية، لا ينقضب ولا يناسر ولا يموت، واذا تجي كل سلالتك او كل جنون ارض الجواهر ما راح يلمسون شعره من راسي. المحارب من ورا هجم على ابو العجاجة والسيف تلامع بيده، قبل ما يضرب ابو العجاجة بالسيف اختفى او ظل المحارب طاير. صار قبال المنجم او صار الغبار على شاطئ البحر وفوق البحر، او ما عاد يبين على الموجودين بالمكان شي. ابو المطارق فوق ظهر الحية المجنحة قال ايش سوى بينا الحرامي؟ ما عاد اشوف شي حوالي يا العفريت بلواه. وابو غزال وصل العجاج وما عاد يبين عليه شي، لا هو ولا المحاربين الهاجمين عليه. المعنى العيون قبال المنجم الحشى مع ابو العجاجة بين الغبرة، وسمع الصوت جيتك وانا ابو العجاجة. هفوا بالرمح انه قاصوا نصين، المحارب الراد يضربوا بالسيف. المعنى عيون ابو العجاجة قبال المحارب او قضبوا من رقبته، او قالوا ما راح اذبحك، ذبحت هذا المنجم لسان واطول منه، انت ارجع على قصر الملك الجوهري، او قل له ما قدرنا نقضبه ولا نقرب عليه، او لا تنسى تذكر له اسمي ابو العجاجة حفيد الحكيم المعتم. او شك رمح بظهر وضرب المحارب على وجهه بيده، راح يفتل فتل وقال هذا الحركة تعلمتها من جدي الحكيم المعتم. او صفق ايديه واختفى ابو العجاجة وما عاد يبين، والغبار الفوق البحر وفوق الشاطي اختفى وما عاد يبين منه شي. المرعب ابو غزال ملتهي بالمحاربين الحواليه، وابو المطارق طار من فوق الحية المجنحة والرمح يتلامع بيده، كل ما يضرب برج من الابراج الجواهر يهد البرج وتطشر الجواهر منه، والمنجم الفوق يطير مسافة بالجو. ويقولون المنجمين ايش هالبشري هذا ساكن بجسد وعفريت. ابو العجاجة وصل الجدار الدخان الاسود او فات بيه، ظل طاير مسافة او عدى جدار الدخان الاسود او هو فوق البحر. فتح يديه وطار بسرعة رهيبة، قام يسابق الريح باتجاه الارض الشرقية. ابو غزال لو من حس وعرف انه بالعجاجة عداه صفق يديه واختفى، او ظهر قبال ابو المطارق قضبوا من ايده والاثنين اختفوا. والله ما المنجمين فوق البحر محتارين، والمحاربين على شاطئ البحر فوق الرمل اي تحرفون وما ابي حدا قدامهم، ورجعوا طايرين باتجاه مدينة القصور. ظهر المرعب ابو غزال وابو المطارق اما كان بعيد عن اشجانت بي المعركة. قال ابو المطارق الحرامي هذا ليش سوى هذا الحركة؟ ما شنا نريد نظهر قدامهم، اشجان مقبالي منجمين. قال ابو غزال اشياء فهمتوا انه كان يريد يذبح حدا منهم ويريدهم يعرفون اسمه، يمكن بالقصر لو من فات عليهم ما قدر يحكي ولا قدر يضرب حدا. هذا حفيد الحكيم المعتم اذا يبوك شغله اي خلي وراء اشاره تدل على اسمه ابو العجاجة. قال ابو المطارق وين نروح يا صاحبي؟ قال ابو غزال على مدينة جواهر اللماعة الموجود بها العفريت الألماسي. قضى بيد المرعب ابو غزال لابو المطارق واختفم،
الملك الجوهري بالقصر، عيونه يطير من هنا الشرار، او ظهره والمنجمين قدامه. وقف حيله وقال: ايش سويتوا؟ قضبتوه؟ جبتوا التاج؟ نزل مروسهم المنجمين. واحد منهم قال: ما قدرنا نقضبوا يا الملك الجوهري، او فوق هذا كله ذبح واحد منا، او بعث لك رسالة مع واحد من المحاربين. قال الملك الجوهري: وين المحارب؟ او فوتوه على القصر، او قعد قبال المحارب جاثي على ركبه ومنزل راسه وقال: الجني اسمه ابو العجاجة، او هو حفيد حكيم اسمه المعتم، ما قدرنا له يا الملك الجوهري، هذا ما ينقدر عليه. سحب الملك الجوهر السيف من ظهره، ضرب المحارب انه راسه طائر يفتل بالقصر. او فات عليه قائد الجيش، صاح: يا الملك الجوهري، بخيانة بأرض الجواهر، ظهر قدامنا واحد من محاربين الدخان، من مدينة الدخان، من جماعة الملك الدخاني. الملك الدخاني قاعد على الكرسي قام حيل وصاح: الكلام هذا مو صحيح، انت ايش قاعد تقول؟ قال المحارب: وقف قدامنا وطالع جيش من الدخان، كل ما نخفي يظهر جيش مكانه، او كل الملوك الحاضرين بهذا المكان والمنجمين، او كل الموجودين بارض الجواهر يعرفون هالمهارة، هذه مهارة محاربين الدخان، مو موجودة الا عندكم، او الا سلالتكم تستخدمها، ما بي من سلالتكم بكل الاراضي الا بارض الجواهر. قرب الملك الدخاني على قائد المحاربين وقالوا: او كل الملوك وكل الموجودين بهذا المكان يعرفون بكل مدينة الدخان، ما بي حدا يقدر يطالع جيش كامل من الدخان، اقوى واحد بالمدينة واقف قدامكم، او كل قوتي احطها تطالع 10 من محاربين الدخان، او كل الساكنين بالمدينة قدراتهم محدودة، اقوى واحد بيهم يطالع 5 محاربين، الباجي كلهم على 1 و2 و3 و4. قاعد تقول لي جيش؟ ما حدا كان يقدر يطالع جيش من محاربين الدخان الا جنية وحدة، الملكة الدخانية، وماتت بأرض الألماس بيوم المعركة الكبرى. قال الجوهر: الكلام هذا صحيح، واحنا كنا نعرف هذا الأمر، وانهم ظاهرين بالقصر حكام أرض الجواهر 50، كل واحد منهم لابس بحلقه قلادة التلامع بيها الجواهر. أكبر واحد بيهم واقف بالمقدمة وقال: يا الملك الجوهري، أقعد أنت والملوك، او لا تخلي واحد موجود بقاعة القصر الا نحنا وانتم. قعد الملك الجوهري ورفع ايده، او طلعوا المنجمين والحراس والمحاربين، وقعدم الحكام 50 قبالهم، او قال اكبر واحد بيهم واسمه الحكيم جوهران: يا الملك الجوهري، انت والملوك كلكم تسمعون كلامي ولا حدا يقاطعني، الثلاثة العبرة ومن جدار الدخان الاسود، احنا نعرف ليش عدوا، بدهم تاج جواهر، وعرفنا انه عندهم قدرة يقدرون ياخذونه، واحنا سمحنا بهذا الامر. يا الملك الجوهري، ظهر قسم الحلبة المفقود من العصور القديمة بارض الالماس، وقفوا على قسم الحلبة 3 ملوك واختفت، وانتم تعرفون سر الحلبة، تاج الجواهر ناقصة منه جوهرة، تركب الجوهرة على التاج، بعدها تظهر الحلبة كاملة، تنجمع مع القسم الثاني، اظل بزمان العصور القديمة، كانوا واقفين عليه 3 من اخطر ملوك الزمان، او راح تصير عليها مبارزة، مدينة كبيرة من مدن الصحراء، احنا راح نستنى لبين ما يركبون الجوهرة على التاج، وصير المبارزة فوق الحلبة، راح يموتون 5 من الملوك، ويظل واحد عايش. او يلمع عيونه فوق الحلبة، او نقدر نحدد مكانها، وانتم تعرفون من تظهر هذيك المدينة، مدينة الصحراء الكبرى خالية وما بيها غير القصور والمباني الكبيرة، او بيها اسرار كثيرة مدفونة بالقصور والمباني. لا تزعل عتاج يا الملك الجوهري، لانه راح ارجع لك اياه وكامل بجواهره 4. هذه اول شغلة. اما الثانية،
المحارب الطالع جيش من الدخان، مثل ما قال قائد المحاربين من نفس سلالة مملكة الدخان، بس ما انولد بهذا الأراضي، هذا عدا من أرض الألماس وراه سر كبير أو لازم نعرفه. المحارب هذا قوي أو ذبح عدد كبير من المحاربين أو لسع بأرض جواهر ما عدا جدار الدخان الأسود، لا حدا منكم ولا من محاربينكم يدور عليه، احنا راح نصيده هو والساحر البشر المعاه. او ثالث شغلة وهي الاهم، ما لازم تبلش الحرب الا تظهر العلامة، علامة مدينة الصحراء، اذا ظهرت باراضينا ارض الجواهر راح نجتمع بيها، واذا ظهرت باينا ارض غيرها راح نهجم على الارض تظهر بيها المدينة. قال الملك الجوهري، الأميرة لمعة والملك بلطة راحوا على أرض الألماس. قال الحكيم جوهران، زين انهم راحوا، راح يذبحون عدد كبير من المحاربين الأقوياء الموجودين بهذيك الأرض، بمعاهم الحكيم حطاب وساحر بالزرع، لا تخافون عليهم، بدنا نستنى العلامة الأولى، العلامة اللي تركب بيها الجوهرة بتاج، وبنفس اليوم راح تنجم على الحلبة أو تظهر المدينة، لكن راح تظل مخفية يوم ما تنتهى المبارزات تبين ونشوفها، ولازم نكون نحنا أول الواصلين، كل شي موجود بمدينة الصحراء القديمة لازم يكون إنا، ما حدا ياخذه غيرنا. بل أرض الشمالية فوق جبل عالي قاعد الساحر أتشان مع ثويران، الخذام مع شامان، وقاعد قباله ساحرة أتشانت أسيرة الاسمها غدران. قالت الساحرة غدران، يا نظر العين يا غدير، مر من الزمان كثير، بس شغلة واحدة كنت خايف منها انك تكشف السر. قال لها الساحر غدير، لا يا نظر عيني، سري وسري كبير وما حدا عرفه لليوم، نص الحلبة ظهر وراحوا يجيبون التاج، وراح تركب عليه الجوهرة، وراح تظهر المدينة، وراح يظهرون كل شأن وموجودين بهذاك الزمان، لكن بعد ما تنتهى المبارزة راح يختفون. هزت براسها الساحرة وقالت، ايه يا غدران، ما راح يظل منهم الا اني وانت، بس خسرنا اغلى شي، طلعنا من المدينة قبل ما يسوون الحكام لعبتهم ويسوون الرصد. قال لها الساحر، ما خسرناه، مكانه معروف يا غدران، الجرة موجودة بقبر جني، والحزة جني أسير عند حكام الأرض العميقة، بعد ما مات ثويران قدرت أوصل لهم، أو قعد واحد منهم معاي، أو علمته بشغلات كثيرة ما كانوا يعرفونها، أو واحدة من هنا الجرة. قالت له غدران، أصبرني على الساحر ثويران وما ذبحته، هو أنت يوم قدر يواصل اللي وشفتك معاهم قلت راح أرضه أو خليني أصير أسيرة عندهم. وقفت حيلها الساحرة وقالت، يا غدران، إن خلت جرب هذاك القبر لو من ما كل شي يظهر، أو بعدها نروح نطالعها أو نرجع على مدينتنا، أول من راح يوقف قبال هذاك الملك اللي يلمع عيونه فوق الحلبة أني وانت. قال لها غدران، باثنين راح يظهرون معاه. صار أمر عجيب وغريب، كانوا مختفين بالرمل. قالت له غدران، شلون صار هذا الأمر؟ قال الساحر غدير، الأمر هذا هو الدوخني، كانوا مختفين بالرمل حوالى الحلبة، لو من اختفت الحلبة راح معاها قسم كبير من الرمل، أو هم كانوا مختفين بالرمل بس ما عرفتهم يا غدران، لأنهم مختفين بالرمل من مدة طويلة، مو من كانوا موجودين لو من الملك صقار طالع الحلبة. قالت غدران، معناته راح نشوفهم مع هذاك الملك، واني اتوقع راح يكون الملك صقار. قال لها الساحر غدير، الملوك الاثنين المعاه زاد اقوياء، واحد ملك الاشباح والثاني محارب عنيد اسمه الملك العرنوس، اسمه الملك العرنوس، اسمه الملك العرنوس. وصل بالعجاجة على المدينة كبيرة، او فات على القصر، او تلقوا كسائر وزهور، او حنشل وبطاش، والبرق والبيرق، والحكيم بربار، والكاسح قاعد ويدحج عليه، او قال بالعجاجة،
وينو جدي الحكيم المعتم؟ قالوا بربار بالأراضي الغربية ظهرت العلامة الكبيرة واستلم ملك الزمان الخاتم. قال أبو العجاجة راحوا على الحفل وأبو العجاجة مو حاضر، كنت ناوي أحضر هذاك الحفل وأبوك أغلى شغلة موجودة بيه. قال كسار شنو هذا التيجان يا أبو العجاجة؟ منين جايبهن؟ قعد أبو العجاجة وصف التيجان الملوك قدامه وقال هذن 49 تاج الملوك أرض جواهر وبينهن تاج الجواهر الثمين المابي منه بكل الأرض ألا واحد. قام يدحج على التيجان الحكيم بربار وقال هذا هو، هذا تاج الجواهر. انت بلوى يا أبو العجاجة، شلون لميت تيجان الملوك كلها بهذا السرعة؟ إذا تنجمع كل جنون الأرض ما يقدر يلمونها بسنة. قال أبو العجاجة له يا الحكيم بربار له، انت نسيت من واني؟ انا أبو العجاجة وان الحكيم المعتم والملك غلغول والملك ابو جدلان وملوك الارض الشرقية وحكامها ظاهرين بالقصر. دحج الحكيم المعتم وان أبو العجاجة قاعد اوصاف التيجان قدامه جاي يمشي عليه وقال يا هلا بحفيدي يا هلا بوريثي. قام أبو العجاجة وقال تعالوا شوف يا جدي الحكيم المعتم، جبت لك تيجان ملوك الجواهر ما خليت منهم ملك حاط تاج على راسه أو بيناتهن تاج الجواهر الغالي. اختفى الحكيم المعتم وظهر قبال أبو العجاجة أو حبه من بين عيونه. قال أبو العجاجة ما عاد تضربني النوب ولا تحشي علي. قال الحكيم المعتم المثلك ما ينضرب ولا ينحشي عليه، أنت غلبتني يا أبو العجاجة أو طلعت أشطر مني وأذكى مني. قال له أبو العجاجة يا جدي لو مو مهارة الحجرة السوداء المنطيني إياها كان تعذبت كثير. قال الحكيم المعتماني لازم أرجع على أرض الغربية ويروح معايا الملك غلغول، أنتم يا الملوك والحكام كل واحد يروح على مكانه ويخبر جماعته باش يشافوا وبظهور ملكة زمان. قال أبو العجاجة يا جدي خلينا نروح معاك. قال له الحكيم المعتم لا أنت راح تظل هين واستناني لو من ما أرجع يا أبو العجاجة، لسه عبي مهمة ثانية راح أبعثك عليها. قضب تاج الجواهر بيد الحكيم المعتم أو قضب يد الملك غلغول واختفوا من القصر. وإن الصحراوية فائتة على القصر وصاحت جهزوا حالكم، بلشت الحرب جنا هجوم من أرض الجواهر أو صاروا بالأرض الشرقية خلوا طبل الحرب كبير يدق. قال الحكيم بربار يا الملوك يا الحكام روحوا على مدنكم وجهزوا حالكم أو لموا كل المحاربين، الحرب هذه راح تكون قوية وراح تكون طويلة. الأميرة لمعة والملك بلطة والمحاربين المعاهم وقفوا مقبال مدينة الملح الحاكمة عليها الساحرة أم الرمل. وأم الرمل والكارثة فوق القصر قالت الكارثة القوة هذه كبيرة، لازم ندافع عن المدينة وندافع عن أرواحنا لو من ما يوصلون المحاربين من المدن الثانية. الخبر وصلهم وقامت تدق الطبول. قالت أم الرمل نطلع نواجههم يا الكارثة ألا نتحصن بالمدينة؟ قالت الكارثة يا أم الرمل أنظل بالمدينة أحسن، أني شايف العدد الهاجم علينا قليل خاف بي منهم مختفين مريد نستعجل. أو قام يدق الطبل مدينة الملح أو تسكر بابها الكبير وانتشروا المحاربين فوق الأسوار من البشر والجن. وأم الرمل والكارثة وقفا على السور فوق باب المدينة الكبير. قالت الأميرة لمعة المدينة هذه للبشر أو بيها عدد قليل من محاربين الجن. قال الملك بلطة ما لازم نخلي ورانا شي يا الأميرة لمعة، أين مدينة نصلها لازم ندمرها ونحرقها، اللي يموت يموت واللي يقدر ينهزم خلي ينهزم، لازم يتشردون بالوديان وبالجبال، ما لازم تظل مدينة عامرة بهذا الأراضي. أو رفع يده الملك بلطة وقال المحارب دويد ومحاربينه فوتوا على هذا المدينة، أين واحد يرفع السيف بوجهكم اذبحوه، واني والأميرة لمعة راح نهد هذا الباب ونذبح محاربين الجن الموجودين بالمدينة. اختفى دويد ومحاربينه أو جم يمشون باتجاه الباب
الأميرة لمعة والملك بلطة واللبوة أو خنفور أو وراهما الساحر بالزرع والحكيم حطاب أو مجموعة كبيرة من المحاربين. صار الباب قبالهم وقال الملك بلطة فوق الباب بي محاربة قوية أو واحدة من البشر ساكن بجسدها جني. اللبوة وخنفور روحهم جيبوهن تنقطع روسهن قدام هذا الباب. أو طارت اللبوة وطار خنفور. احترف الملك بلطة على الساحر بالزرع وقال له اشتغل شغلك يا ساحرنا، ما لازم يكون عندنا خساير، ما لازم نخسر ولا محارب. المعن عيون الساحر بالزرع وقعد وقال امرك يا الملك بلطة، ما زالاني معكم، ما رح يموت منكم حدا. او صارت الضربة قوية فوق باب المدينة واطلع لمعتين وان الاجساد نازلة قدامهم، الروس مكان ولا سأد مكان، خنفور ولا بوا أو طائرات بجوا فوقهم الكارثة. وساحر من الرمل طفق يدي الساحر بالزرع أو قام يطلع زرع أخضر من الأرض غطى المكان البي الأجساد. أو قام الأمير خنفور أو قامت اللبوة احترفوا على الأميرة لمعة والملك بلطة. قالت الأميرة لمعة ارجعوا وقفوا ورانا، هذنا قويات، خلوا لياهن. وبرمت مكانها واختفت، ظهرت بين الكارثة وام الرمل اندارا عليها الاثنين. او سحبت الأميرة لمعة من ظهرها سيفين، اضربتها الكارثة بسيف، صدت الأميرة لمعة رجعت الكارثة لورا مسافة واضربت هم الرمل بالرمح، صدت الأميرة لمعة رجعت أم الرمل لورا مسافة. قالت الكارثة هذه قوتها كبيرة أو جنية خطيرة. المعن عيون الأميرة لمعة واختفت أو صار مكانها لمعة قوية. انضربت أم الرمل إنه جسدها صاير نصين انزلا باتجاه الأرض. قبل ما تختفى الكارثة جتها الضربة إنه جسدها مقسوم نصين وارتمت على الأرض. ظهرت الأميرة لمعة فوق الكارثة وضربت السيوف على الأرض انفتحت جورة أو شكت سيفين كل سيف بقسم من جسد أو زتتهن بجورة أو راحت تمشي على أم الرمل أو سوت مثل ما سوت بالكارثة واحترفت على المحاربين وقالت تعالوا دموهن. أو طارم المحاربين ودموهن الكارثة وام الرمل. انفتح الباب أو جاءهم العبد فنجور عيون التلامع بسرعة رهيبة مثل السهم باتجاه الأميرة لمعة واقفة مكانها ما تحركت. وأن الوحيف معدي من بحدها في مثل الخيال. أو صارت الضربة بالعبد فنجور إنه راسه طاير يفتل بالهواء. ارتمى جسده على الأرض أو ظهر الملك بلطة واقف وقال بلشت حربنا يا الأميرة لمعة. أو فات على المدينة الملك بلطة وفاتت وراء الأميرة والمحاربين ادويدوا محاربين وكانوا ظاهرين بالمدينة أين واحد شأي البيد سيف يضربونه ويذبحونه. ذبحوا كل المحاربين من البشر والجن قلب المدينة والواقفين على الأسوار. انهدت الأسوار سكان المدينة يتراكضون ويصيحون. اطلعوا من المدينة لمعة وبلطة او محاربينهم. صفق يدي الملك بلطة وقال يا العفريت بلطان اظهر ودمر هذا المكان، المدينة هذه سويها احجار من ثرى. او ظهر العفريت بلطان او قام يطير ويعلي وينزل على الارض كل ما يضرب ضربة بالمدينة اتهدم البيوت والتطائر الاحجار. دمرها دمار ما خلى بيها بيت عامر ولا ظل لها اسوار. صارت اكوام من الاحجار. رجع العفريت بلطان وقال يا الملك بلطة ايش يكفي؟ قالوا الملك بلطة يكفي يا صاحبي. قالت الأميرة لمعة هذه اول مدينة دمرناها، راح نظل طايرين فوق هذا الارض، أين مدينة نشوفها نهجم عليها وندمرها ونذبح كل المحاربين البيها. طارت الأميرة لمعة والملك بلطة وطار وراهم مثل الغئمة السوداء فوق الأرض الشرقية بجزيرة على شكل جبل عالي
القبال شاطي أرض ما وراء البحار، قاعدة العرافات الخمسة حوال الشمعة كبيرة، أو قاعدين الملكة لهطل والسرطان معاهن. قامت الحوتة السودة وقالت: كنا نستنى هذا اليوم من سنين طويلة. ملك الزمان استلم الخاتم وماضى الحكام أرض عميقة، صاروا فوق الأرض أو سيطروا على الأراضي الأربعة، أو رجعوا اسمها أرض الألماس، أو ظهر نص الحلبة، أو تاج الجواهر جابوه والحصار عندهم، والعفريت الألماسي راح يجيبونه. احنا راح نظل قاعدات فوق هذا جبل لو من ما صير اللحظة المناسبة ونتحرك. قالت الهطلة: حكام الأرض العميقة يفكروننا خسرنا، ويفكرون أنه أمرنا انتهى، وما يعرفون أنه للحزن احنا ما بدينا أو للسع ما حركنا إيدينا، ويفكرون بلشوا بعصر جديد وزمان جديد ما رح ينسمع بي إلا كلامهم أو كلام ملك الزمان، أو نسم الأراضي الثانية أرض الجواهر أو أرض الذهب أو أرض الفضة، فيها ملوك وحكام ومنجمين أو سحرة، كلهم يستنون هذا اليوم بعد ما تظهر مدينة الصحراء القديمة أو تظهر القوى النايمة والقوى الكبيرة. راح ينحصرون بالزاوية لأن الكل راح يتحالف ويصير ضدهم. قالت النعسانة: راح نأجل ثاراتنا معاهم ونخلى النار شاعلة بقلوبنا. قالت الجلمودية: النار شلت قلبي يا النعسانة، ما ظل عندي قلب. قالت أم العصايب: جبل هذا ما راح يكفينا، لازم نستخدم هذا الأرض، أرض ما وراء البحار لأنها معزولة. قالت الحوتة سودة: نفس الأمر أنا أفكر بي، أبا أرض الجواهر، أقبال مدينة الجواهر اللماعة، مختفين المرعب أبو غزال والساحر أبو المطارق. وقال أبو المطارق: يا صاحبي يا أبو غزال، الوضع هين هادئ، هدوء ما قبل العاصفة. قال له أبو غزال: هذولا مجهزين حالهم ويعرفون أننا ظلينا بهذا الأراضي والمكان اللي راح نظهر به، راح يحاولون يصيدوننا به. قال أبو المطارق: يا صاحبي، خطة الفوتة على المدينة أو تخليص العفريت الألماسي هذه لي أنا، وصلك ليه عنده وشيل الرصد عنا الصندوق، وانت راح تكمل اطلعنا من هذا المدينة وتوصلنا الجدار الدخان الأسود. قال أبو غزال: زين يا صاحبي، بس يصير عدنا العفريت الألماسي ويصير بدينا، لا تشغل بالك، أنا راح أخلي جيوش الدخان اتقسم وتتجه على كل الاتجاهات، ما راح يعرفون وين اتجهنا، راح أخليهم يحتارون وبكل مكان التلا مع جدامهم العيون، ويظلون يدورون لبين ما نعدي جدار الدخان الأسود. قال أبو المطارق: أنبلش بالخطة. قال أبو غزال: بلش يا صاحبي. المعن عيون أبو المطارق وقال: يا أبو غزال، أنت ظل بهذا المكان ما تحرك منه، أنا راح أطير حوالي المدينة وأزرع حواليها 1000 طير عجبان كبار، وبعدها أطير فوق المدينة وخلى الزنابير والحيايا والعقارب تهجم عليهم من 4 جهات، ما راح أخلي حدا بهذا المدينة يظل قاعد اليوم، الكل راح يطلع مشان يصد الهجوم، أو راح أخلي 10 من الحيايا المجنحة يظهرن مكانات مختلفة بعيد عن المدينة مشان المنجمين والحكام يتشتت انتباههم ويقوم يدورون لجعد يحرك العقارب والحيايا والزنابير. راح أخلي فوق الحيايا المجنحة أجساد من يقرب حدا عليهن راح يطيرن بسرعة رهيبة. احنا بهالوقت هذا راح نفوت ونوصل لصندوق البي الألماسي، انت تفوت على الصندوق وتحكي معاه: اكون اني فكيت الرصد، من انفتح الصندوق انت تستلم الباجي. قال ابو غزال: الخطة هاي طيبة، بلش يا ابو المطارق. اختفى ابو المطارق بسرعة رهيبة، قام يدور حول المدينة، قامت تظهر الطيور العجبان الكبار ظهرا دائرة حول المدينة الكبيرة مسافة، أو صارت اللمعة فوق المدينة، أو قامت تطلع من الأرض الحيايا والعقارب والزنابير الكبار، أو ظهرا 10 حيايا مجنحات عن المدينة بعيدات، كل حية فوقها جسد يخفقن بجناحينهن. ظهر أبو المطارق بحد أبو غزال بعد ما قامت تدق الطبول، أو قامت تطلع المحاربين تلقى الحيايا والعقارب والزنابير الكبار. قضب أبو غزال إيد أبو المطارق واختفم، أو ظهروا بنص المدينة
اقبال القصر كبير، قصر الملك لمعان، والملك لمعان مأهوب القصر. مدينة القصور عند جوهري، والأميرة لمعة بالأرض الشرقية، بعدد قليل من الحراس بالقصر، فأتوا بالغزال وبالمطارق على القصر وما حسوا بيهم. وبقاعة من قاعات القصر موجودة صندوق كبير، البيو العفريت الألماسي، أو قاعدين فوق الصندوق أربعة محاربين من الجن. أما سبو غزال بذنب المطارق وقال: أنا أذبح اثنين وأنت تذبح اثنين، لازم نذبحهم بسرعة قبل ما يحسون بينا. وظلوا مختفين لو من ما صاروا بحد الصندوق، المعن عيونهم وطاروا بسرعة رهيبة. أبو غزال ضرب الأول وضرب الثاني، طارت روسهم. وأبو المطارق ضرب الأول وضرب الثاني، طارت روسهم. فات أبو غزال على الصندوق، المعن العيون بصندوق الشبير، وقال العفريت الألماسي: أنت منو وشلون فتت علي؟ قالوا: أنا المرعب أبو غزال من الأرض الغربية، جاي خلصك من هذا المكان. لازم تغمض عيونك أو تخفي قوتك، في واحد معاي راح يفك الرصد على الصندوق، وانت راح تفك الرصد المسوي من جوا. من انفتح الصندوق راح مديدي عليك ونختفي اني وانت والساحر المعاي، وما راح نظهر المسافة طويلة لبين ما نعدي جدار الدخان الاسود. قال العفريت الالماسي: انت محارب قوي، ما دام قدرت تفوت على هذا الصندوق راح تقدر تطالعني من هذا الاراضي، راح اسوي مثل ما قلت. فوفق ايدي الالماسي وانفك الرصد المسوي من قلب الصندوق، وابو المطارق فك الرصد المسوين والحكام والمنجمين، وانفتح صندوق الالماس الكبير. اوزت حاله ابو المطارق، قضب ايد ابو غزال، وابو غزال مديده على الالماسي. اختفوا الثلاثة الحكام الخمسين، حكام أرض الجواهر، ظهروا فوق المدينة أو قاموا يتحرفون. وقال الحكيم الجوهران: لازم انتقسم الحياة المجنحة الطائرة، أكيد فوق حية من هنا الساحر البشري أو محارب الدخان موجود بالقصر. سوى الرصد حوالى المدينة، سوى من رصد حوالى المدينة الحكام الخمسين، أو تقسموا، قسم راح منهم باتجاه الحيايا، أو قسم منهم هجم على الحيايا والعقارب والزنابير. قبل ما يتشكل الرصد، أبو غزال وأبو المطارق والألماسي صاروا بعيدين عن المدينة، أو سحب السيف أبو غزال وبرموا بيده، أو قامت تظهر محاربين الدخان بأعداد كبيرة، أو تقسموا المجموعات، كل مجموعة طارت بطرف. الحكيم جوهران قال: اطلعوا من المدينة. أو صفق ايديه واختفى، أو ظهر بالمكان الظهر بجيش الدخان وقال: كانوا واقفين بهذا المكان الجني والساحر والعفريت الألماسي، ما عاد نعرف راحوا بأي اتجاه، الأرض كبيرة واسعة ومحاربين الدخان انقسموا المجموعات كثيرة وراحوا باتجاهات كثيرة. قالوا واحد من الحكام: يعني نفذوا من إيدنا، ما عاد نقدر نصيدهم. قال الحكيم نجموان: نرجع على مدينة القصور، ما عاد يطلع بيدنا شي، راح ندور وراهم ونتعب وما راح نلاقيهم. بس تأخذون مني وعد، جن الدخان والساحر البشري والحرام الفات باقى التاج، الثلاثة اللي تقطع روسهم مدينة القصور. وانا الحكيم نجموان، وانا الحكيم نجموان، وانا الحكيم نجموان. الحكيم المعتم والملغ الغول ظهروا قبال ارض الطعوس، او شافوا الجنون فوق التلول، قاعد يبنون سور عالي وابراج عالية. قال الملغ الغول: يا صاحبي المعتم، ايش قاعد يسوون هين؟ المدينة الموجودة جوا أرض الطعوس هذه محصنة. قال الحكيم المعتم: هذه مدينة ملك الزمان، ملك الزمان يا صاحبي الملغ الغول، أو راح يسكنون مع حكام الأرض العميقة بهذا المدينة، لازم تكون محصنة. أو طاروا ونزلوا قبال البوابة، مسوين بوابة كبيرة، واقفين على باب البوابة المحاربين الشعاعي وابو اللبيد وذئب الجن. او فوتهم الحكيم المعتم والملغ الغول، عدوا جسر الفوق النهر، او صاروا فوق المرج. دحج الملغ الغول وانهن خمس قصور من الذهب مبنيات قبال القلعة الكبيرة، او جدام القصور واقفين المحاربين المقنعين البيض
أو تلقاهم شمان أو قال هلا بالحكيم المعتم. قال له الحكيم يا هلا بشمان، أعرفك على الملغ الغول صاحبي ملك الغيلان. قال شمان أهلين بيك وبيه مدينة ملك الزمان أغلاص بن زرقان. يا الحكيم المعتم واحد من القصور الخمسة، أذن لقبالنا بنولك أو راح تسكن بيه. قال المعتم تسلم يا شمان، وديني على المكان القاعدين بيه الحكام والملك غلص. أو طاروا وانزلوا فوق القلعة، فاتوا على قاعة كبيرة موجودة بالقلعة. جاهم الحكيم المعتم يمشي هو وشمان والملغ الغول، وقعدم وقالب الشلال أهلين بحكيمنا المعتم، جبت التاج معك؟ قال الحكيم المعتم جبته يا ابو الشلال. قام ابو الشلال حيل وقال روح على مدينة الخير، او نستنى لو من ما تغيب الشمس، او ننزل على البير، او نفتح السرداب ونطالع الجوهرة ونستنى لبين ما تطلع الشمس. مع طلعت الشمس الركبة جوهرة، او راح تظهر الحلبة وتظهر المدينة، بس راح تكون مخفية ما راح نشوفها لبين ما تنتهي المبارزة. او طاروا من ارض الطعوس الملك غليص والحكام الخمسة والملغ الغول وشمان والأرخم وزرقان، وصل مع المدينة وانفتحت البوابة. أو تلقاهم السفاح أو فأتوا على قصر المدينة وقعدوا بالقصر، وأن الفراشة نازلة على كتف الحكيم المعتم وهمست بذنه. قام حئل وقال صار هجوم على الأرض الشرقية، الأميرة لمعة ومعها محاربين خطرين، دمروا مدينة الملح أو ذبحوا نص الساكنين بها، وأخسرنا العرافة الكارثة والساحرة أم الرمل. المعن عيون الملغ الغول وقال يا صاحبي الحكيم المعتم، إن أجل شغلت العرافة وصلني للأرض الشرقية، أني جعد أستنى جيت هذا الأميرة من سنين طويلة. قال الحكيم المعتم يا أبو الشلال راح أنطيكم التاج ووصل الملغ الغول، لازم أني وهو نكون بالأرض الشرقية. قال أبو الشلال أنت ما تروح يا الحكيم المعتم، الملغ الغول راح يوصل الحكيم أبو الشيبة أو ياخذ معه أميرة الأرواح وجيش الأرواح، انت لازم تكون معنا بهذا الليلة. ابو الشيبة راح يوصلهم ويرجع. قال شمان اني زاد بدي اروح. قال ابو الشلال شنت بدي اقول لك راح تروح يا شمان من دون ما تحشي، واطلعوا برأت القصر الحكيم ابو الشيبة والملغ الغول او شمان، او قضى بيديهم ابو الشيبة واختفم. ظهروا بالأرض الشرقية اقبال مدينة الملح، وأن المدينة مدمرة. قال الملغ الغول شنت بهذا المدينة من كم يوم أو كانت عمار، شلون هدموها وصار الدمار، وأن الحكيم بربار والصحراوية أو غرغرة أو معاهن مجموعة من المحاربين وقفن قبالهم. وقالت الصحراوية راحوا باتجاه مدينة الفخار وبالعجاجة والكاسح والملك أبو جدلان، لحقوهم ومعهم جيش شبير. طار الملغ الغول وطار ورا شمان، أو طارت الصحراوية وغرغرة والمحاربين المعاهن. ظل أبو الشيبة واقف قمض عيونه وقال يا نور الهدى يا أميرة الأرواح، أنت وجيش المعاش لحقوهم، لازم تحسمين هذا المعركة وما لازم تدمر مدن ثانية. أو قام ينسمع الوحيف أميرة الأرواح وجيش المعاها، قاموا يسابقون الريح. صفق يديه الحكيم أبو الشيبة واختفى، أو رجع وظهر مدينة الخير، أو فات على القصر وقعد معاهم يستنون غيبة الشمس تا ينزلون على البير أو يفتحون السرداب. الحكام الخمسة كانوا مع الملك صقار قاعدين بجزيرة بالبحر، الجزيرة كان ساكن بيها الحاكم بحري ونام بيها الأرخم سنين طويلة بالكهفة كبير. أو قال واحد منهم ما قدرنا نروح مع الملك صقار، وشلون اختفت الحلبة بهالسرعة قبل ما نسوي الرصد نحنا. قال الحكيم الثاني ما عاد يطلع بيدنا شي، لازم نستناه لبين ما تظهر المدينة الصحراوية أو تظهر الحلبة ويبين علينا مكانها، وقتها راح نلتقي مع ملكنا الغالي الملك الصقار. قال الحكيم الثالث الملوك الثلاثة الموجودين بالحلبة من أخطر ملوك الزمان، وراحوا مع الصقار الاسم الملك العرنوس قوي أو ملك الأشباح
لو ما نو قوي ما قدر يفوت على الحلبة. أخاف نصل لهذاك المكان أو نلقى الملك صقار ميت، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ قال حكيم ثاني إذا الملك صقار مات راح نرجع على ملك الزمان، الزمان هذا الاسمه غليصة بن زرقان، أو راح نسلمه السيف والرمح اللي كان لازم يسلم هنا الملك الصقار للعفريت الفضي فوق جبل المربع، أو بعدها راح يكون مصيرنا مجهول، راح نختفي لو من ما يظهر الجبل المربع، راح يكون معانا جسد الملك الصقار، لازم يكون مع الملوك العشرة هم نايمين وهو راح يكون ميت. أو قال له واحد من الحكام هذا إذا مات الملك صقار، وإذا ظل عايش المعن عيون الحكيم، وقال إذا ظل عايش راح نسكن مدينة صحراء، أو راح تكون أنا إحنا والملك الصقار، بعدها راح تنجمع حوالينا محاربين أقوياء من كل الأراضي. هذا الشيء لازم تفهمونه، راح نظل بهذا الكهف الشبير نستنى العلامة. قال واحد من الحكام ما انشغل بالي بيوم من الأيام ولا احتاريت ألا من شفت هذاك الساحر الظهر مع الجنية قبل المبارزة بين الصقار والعرنوس، واني شاك انه الساحر هذا ما هو من الزمان هذا وانه من عصور قديمة اقدم من عصرنا الشنة عايشين بيه. رد عليه واحد من الحكام وقال اذا مثل ما حكيت وحسيت بيه راح نلاقي مدينة الصحراء، او راح نعرف شنو قصته المرعب ابو غزال والعفريت الالماسي والساحر ابو المطارق والصلم للارض الغربية، وانزلوا بالجزيرة الموجودة بالبحر جزيرة النوارس، وانا الساحر ابو العيون الثلاثة يستناهم والعزيزة واقفة بحده. قال العفريت الالماسي ليش جبتوني على هذا جزيرة؟ قالت العزيزة راح اظل بهذا جزيرة لبين ما يجي حفيد الملك الساطي ملك العفاريت الظلامي، وانت تعرفه زين، استلم السيف ولازم السلم والتاج، او بعدها ناخذك انت وياه على مدينة العفاريت المخفية، وناخذ هذا الساحر معنا ابو المطارق لانه سيطر عليهم راح يشيل عنهم الرصد، او راح يشوفون ملكهم الملك الظلامي ملك العفاريت. قعد العفريت الالماسي وقال جيبوا العفريت الظلامي خلونا نخلص هذا الامر اليوم ما لازم نتأخر. قالت العزيزة قبل غيبة الشمس راح يكونون هين. قال الالماسي العفريت الذهبي راح يكون معاه. قالت العزيزة اي راح يكون معاه، كان لازم يكونون هين وجاهزين، بس صار هجوم على الارض الشرقية، الاميرة كانت عندك اسيرة هاجموا معاها مجموعة من المحاربين والحزل معركة حامية بينها وبين المحاربين الموجودين بالارض الشرقية. قال العفريت الالماسي ما راح يقدرون يذبحون هذيك الاميرة، لازم توصلوني للارض الشرقية ولازم ارجع اسرها النوب واحطها بصندوق. قالت العزيزة المرة راح يقدروا لها يا العفريت الالماسي، او راح يجيك خبرها، الزمان هذا بيو محاربين اقوياء مهاراتهم قوية مو مثل الزمان الصارت بيه الحرب الكبرى. قال المرعب ابو غزال يا العزيزة ما بي خبر عن اخويا وصاحب الملك العرنوس. قالت له العزيزة راح نسمع الخبر عن قريب يا ابو غزال، واتمنى الملك العرنوس يرجعنا بخير وسلامة يرجعنا بخير وسلامة يرجعنا بخير وسلامة. الأميرة لمعة والملك بلطة والمحاربين المعاهم دمروا مدينة الفخار أو ذبحوا كل الجنون البيها، والملكة كان حاكم عليها أو طاروا وابعدوا عنها مسافة أو نزلوا على جبل كبير عالي. أقعدت الأميرة لمعة وبحدها الملك بلطة، أو قالت الأميرة نستنى المحاربين الظلم يراقبون قبال المدينة، لو من ما يجون امشان يدلونهم على اتجاه الجعد نطير بيه. قال الملك بلطة يا الأميرة لمعة انت تريدينهم يظلون لاحقينا؟ قالت له ايه راح نظل نضرب المدن ونختفي لو من ما يتجمعون كل المحاربين الموجودين بهذا الارض، بعدها نوقف قبالهم يا الملك بلطة، او راح اشوفك الاميرة لمعة اشلون تقضي على اقوى المحاربين العدهم واحد ورا واحد. قال الحكيم حطاب كيف يا صاحبي يا ابو الزرع، الاميرة لمعة ذكية، المحاربين الاقوياء الموجودين بهذا الارض
راح يطيرون من مكان لمكان، المكانات اللي نهجم عليها، ويتجمعون مع بعضهم. ظلت مجموعة من محاربينها امشان تخلي وراها اثر ويعرفون الاتجاه الطارت بيه. قال الساحر ابو الزرع تريد تجمعهم من مكان واحد او تحصدهم حصاد؟ راح نشوف مبارزات قوية يا صاحبي الحكيم حطاب، لان الاراضي هذه بيها محاربين اقوياء، والصلم الملغ الغول وشمان والصحراوية وغرغرة والحكيم بربار والمحاربين المعاهم المدينة الفخار او شافوها غاد يا دمار. وابو العجاء جا واقف هو والملك ابو جدلان والكاسح او بطاش وحنشل وكسار، ومعاهم جيش من المحاربين، او قامت تجيهم الملوك من المدن الثانية، وانزل مقبالهم الملغ الغول وشمان والصحراوية والمعاها. قالت الصحراوية يا ابو العين الوسيعة ما لحقتوهم، ما قدرتم تحمون هذا المدينة. قال ابو العين الوسيعة عرفنا الاتجاه الراحوا بيه، كان بيه مجموعة من المحاربين، لو من شافونا التمينا طارم، اكيد لحقوا الاميرة لمعة بمعاها سحرة وحكام اقوياء، المكانة تنزل بيه ما نقدر نحدده ولا نعرفه، نعرف الاتجاه. قال الملغ الغول بأي اتجاه راحوا؟ باتجاه مدينة النهر الأخضر، أو طاروا من عند مدينة الفخارة المدمرة، ورا بعضهم مثل السحابة. وصلم المحاربين عجبل القاعدة علي الأميرة لمعة، أو قال واحد منهم يا الأميرة، صار عددهم كبير وما عاد ينعدون من كثرهم. المعن عيونها وقالت جهز حالك يا الملك بلطة، راح يجون علينا على هذا جبل، راح تشوف اليوم معركة ما شفت مثلها بحياتك كلها. اغلص قاعد بالقصر مدينة الخير، والحكام الخمسة قاعدين قباله، والسفاح وزرقاء والارخم، او فات عليهم الترابي، او قال يا ملك الزمان. وصلوا مجموعة من المحاربين والجنون من أرض ما وراء البحار، معاهم الأمير فجر والأميرة غروب، أو فاتوا على مدينة الخير. قام غليص حيل وقال إيش صاير معاهم يا الترابي؟ قال الترابي العرافات الخمسة هم سيطرات على أرض ما وراء البحار، أو قيلات البدو يظل تحت حكم نيظل، والبدو يظل تحت حكم ملك الزمان يروح عليه. المعن عيون غليص وقال ما عاد تعدي هالليلة على خير، هجوم على أرض الشرقية أو هجوم على أرض ما وراء البحار. يا أبو الشلال العرافات هذناه بدي أروح وذبحن وادفنهن بأرض ما وراء البحار. قال أبو الشلال يا ملك الزمان يا غليص، أنت لازم تكون معنا بهذا الليلة، أو لازم أن توقع كل شيء بعد ما ركبت جوهرة بالتاج. وين ما بدك تروح روح، الأرض هذه أرضك وانت ملكها وانت حاميها، أو أين واحد يتعدى على جني أو بشري من الساكنين بهذا الأراضي انت راح تحاسبه. وان الكسوف الأسود ابن الملك العرنوس فايت عليهم، أو وقف قبالهم وقال جبال الظلام قامت تهتز، جبال الظلام قامت تهتز، جبال الظلام قامت تهتز. المعن عيون الملك الأسود واختفى، وقال السفاح جدي وين راح؟ جدي وين راح؟ جدي وين راح؟ وإخواني وأصدقاء الطيبين، هذه نهاية الفصل الحادي عشر من قصة غليص ابن الجنية، وانتظرونا قريبا بالفصل الثاني عشر. لكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.